أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر؟ قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والخال بخدك أم مسك نقدت به الورد الأحمر؟ أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر؟ عجبا من جمرته تذكو وبها لا يحترق العنبر. يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر، فأجن به بالليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر. ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر، بنعاس جفونك لم يسهر. أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر، تبيض لهجرك عيناه حزنا ومدامعه تحمر. يا للعشاق لمفتون بهوى رشي النحو أحور، إن يبدو لذي طرب غنى أو لاح لذي نسك كبر. آمنت هوى بنبوته وبعينيه سحر يؤثر. قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. سودت صحيفة أعمال ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي مني وفي الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكى، لأصيب بها الحظ الأوفى وخصص بالسهم الأوفر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر، وضعت للقانع والمعتر. أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي الشبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر، من قدمه طه وعلى أهل الإسلام له أمر.
أهل الإسلام له أمر. أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالتود يقاس الدر؟ أنا ساووك بمن ناووك، وهل ساوون علي قنبر؟ من غيرك من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر؟ أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر. وإذا ذكر المعروف فما لسواك به شيء يذكر؟ آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصر، وصفات كمالك لا تحصر. أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. إنا